اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، النهارده جبت لكم معايا لعبه جامده جدا جدا هتعجبكم قوي، اسمها بابا لون. ايه ده؟ الله، هنا معانا 2 اشكال مختلفه. ده شكل الاليجيتور تقريبا، التمساح، والتاني مش عارفه الصراحه شبه ايه، بس شكله برضه شبه التمساح قوي. وعنا اللون الاخضر واللون الايه الازرق. الله، هنا بقى بنحطه وبيستخدمه كمنفاخ، ونحط بقى في مراخيره بالونه ونعمل بيه بالونه بالاشكال الفظيعه اللي معاكو دي. الله، ونعمل بقى سورد بشكل البالونه يعني سيف. اهي جبتلكوا بقى معايا بالونه لونها ايه، موف، حطيتها بقى كده اوكي. وبعدين هتبقى في مراخيره بقى كده، تبتدي بقى ان انا انفخ بيه. اهي بصي، شدتها بقى كويس ومنفخ بقى من ورا كده، نقوم جاي نقعد نشد ونقوم جاي نافخين بقى كده، نزقه كده لقدام فبجاي نافخ لي البالونه، ابتدى ينفخ لي كده حته فيها. نقعد بقى نعمل، بصوا اسمه عمل سمول بابل، هننفخ بقى كده تاني اهي. واو، شفتوا ده نفخ البالونه كلها بمنتهى السهوله اهو كده. بقى عملت ايه اول حته، لسه فاضلي الحته دي بالونه دي طويله جدا. كمل بقى بقية النفخ لحد ما ننفخها كلها، معانا 40 بالونة جوه. الله، شفت؟ فاضلي بقى حتة دي كمان، يا نهاري. اهو عمال انفخ بقى، انفخ فيها. الله، شفتوا كده بقى نفخناها تقريبا كلها. واو، شفتوا نفخت البالونة كلها. لسه ابتدي بقى ان انا اشكلها دلوقتي، جاي بقى رابطين الحتة دي فيها الخيط اللي جاي معاها. اهو ربطته كده بمنتهى السهولة. واكمل بقى الجزء ده كمان. الله، شفت عملت بقى جزء كبير ازاي. فاضلي بس الحتة دي، مش مشكلة، ممكن استخدمها ان انا اربط بيها. يبقى ان احنا نلفها كده عشان نشكلها، وممكن نمشي الحتة دي نطلعها فوق هي طولها اهي، ندوس بقى كده عليها ونلفها بقى كده. الله، شفت بقى شكلها جامد ازاي. واو، لا شكلها فعلا تحفة. اهي جاي بقى لفين كده بعد ما شكلتها، فعصتها كده من كذا ناحية، جاي بقى لفاها كده. هلف الاتنين دول كده اهي فوق بعض. بعد كده هعمل بقى الجزء ده كده. اهو انا هنلفها بقى كده اهي، وده كده اهو. واكون بقى كده خلصت. ممكن احنا نشكلها بقى بأي شكل يعجبنا. بصوا، هي نعملها بقى كده. وناحية تانية بقى مربوطة بشريطة، ونكون كده عملنا زي السيف اللي هو كان موجود في الصورة، ونمسكه بقى منها او نشكلها بأي شكل تاني يعجبنا.
واو، لا شكلها عاجبني قوي. بص بكون بقى كده شكلتها بالشكل اللي عجبني اهو، من جاي قصين بشيت عشان نصغرها شوية. قوليلي بقى في الكومنتات ايه رأيكم فيها، السيف الفظيع اللي احنا عملناه ده، اتمنى ان هو يكون عجبكو. اهو شفتوا بقى شكله جامد ازاي، وبليز منسوش ان انتوا تعملوا اي لايك سبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات رعايب الاطفال. توحشيني اوي يا اصحابي، باي باي.